لا، اليوم واحد من اهم الاخبار على مستوى الساحه الرياضيه السعوديه هو احتراف الكابتن سعود عبد الحميد في نادي روما الايطالي. يعني الواحد حتى هو لو ما له دخل يعني كذا يشعر بسعاده انه عندنا لاعب سعودي يلعب في دوري كبير في نادي كبير، مطلوب الولد، رايح بامكانياته، رايح بقوته، قدم مستوى استثنائي مع فريقه في الموسم الماضي، مع يعني حتى مع المنتخب كان سعود عبد الحميد ما يخذلك في المباريات اللي يكون فيها، لاعب صغير في السن. اتذكر انا في لقاء مع سلمان الفرج لما كان معنا في البرنامج، ومن ضمن الحوار قاعد اساله مين من اللاعبين اللي تتوقع لهم مستقبل كبير، قال بالحرف الواحد سعود عبد الحميد لو انتبه لنفسه راح يكون شيء مره كبير على مستوى الكره السعوديه. هذا الكلام كان قبل كاس العالم في الاخير في الدوحه. ايضا يعني اليوم الناس قاعده يعني تسترجع الفيديو الخاص بالسيد رينار مغسي بكو، عرفتوا ذاك اللي طلع من عندنا وقلنا له احنا مغسي بكو، كسر العقد وتركنا بنص الطريق واحنا قلنا له مغسي بكو. ايضا كان تكلم مره في يوم من الايام واحده من المباريات اشرك سعود عبد الحميد مضطرا لسبب فني وقال كلام عن سعود عبد الحميد. خلينا نشوف يا شباب اذا موجود اعطونا اياه. Saoud, I spoke with you this week. Do you remember? You remember what I told you? Since a long time, you are doing very, very, very well. And I said, today you will get, one day you will get your chance. So God give you the chance. It's not me, it's him. And I know your mother at home will watch you this afternoon. I can imagine how she will be proud of you this afternoon. But I just want to say in front of everyone who deserves to be there, you have our full confidence this afternoon.